أيضا ننتقل إلى خبر آخر. العطأ حكومة حمدوك لم تفشل والشراكة مع تغيير مستمرة. قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن ياسر العطأ إن حكومة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لم تفشل وتعمل وفق خطط مدروسة تتطلب وقتا كافيا للتنفيذ، مشيرا إلى أن شراكته مع قوى الحرية والتغيير مستمرة في انسجام تام. وبدأ العطأ في حوار مع الشروق متفائلا بنجاح حكومة الفترة الانتقالية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وأبدأ استغرابه من اتهام حكومة حمدوك بالفشل، ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق السلام المنشود وطمأن عامة الشعب السوداني على ما يثار حول علمانية الدولة. وتحدث العطا عن ما حدث في ليلة فضل الاعتصام من أمام قيادة الجيش في الخرطوم قائلا إنه جاهز شخصيا لأي محاكمة إذا ثبتت إدانته. بفتكر انه الافادات اللي قدمها فريق العطاء افادات يعني مين بوينتس لكن كبيره في محتواه. فحقيقه الحكم بانه حكومه حمدوك فشلت وغير فشلت وما فشلت وبتاع حكم ظالم، يعني لانه اصلا هي حكومه في بداياتها، وثانيا اصلا اعلنت عن ملفات مهمه جدا جدا ستعمل فيها، ملف السلام والملف الاقتصادي، والاثنين هي شغاله فيهم الان. السلام ماشي يعني محقق اوتبوت يومي جديد، وحتى الاقتصاد الان حتى الحديث عن رفع الدعم وكذا وكذا ايضا كله حديث منطقي. يعني الدوله يعني حتى متى ستجلس الدوله يعني توزع مواردها على دعم الذي يستحق ولا يستحق ثم تنتظر الباب. فانا بفتكر انه لكن برضه في نفس الوقت الناس حمدوك وغيره وكذا حق برضه ما ينظروا بالاصوات اللي بتتحدث عن الفشل او بتنادي بالمعارضه، ما يعيروا اهتمام، مش ما يعيروا اهتمام، يعني ما يقلقوا لانه هي ده مناخ الحريه. يعني لا قدام الناس بيتعلموا انه ينتقدوا في بناء على معلومات، لكن احنا عندنا هنا في السودان انت ممكن تكون حاجه ما عارف عنها حاجه او نحن اقرب للانتقاد من المدح في ثقافتنا يعني. فالحكايه دي بنتعود عليها شيء فشيء، يجب ان لا تزعج الناس. لكن انا لا اعتقد ايضا حن حكومة حمدوك فشلت، يعني مثل ما يقول لم تفشل. يعني برأيك يعني الشعب يمكن انتصر أكثر من 30 عام، يعني عانى معانا في هذه 30 عام السابقة، يعني الآن نحن في البداية. يعني قراءتك ورؤيتك لما يدور حاليا في الساحة في المرحلة الانتقالية، هل هو مبشر فعليا؟ يعني هو مبشر، كل الحراك السالب منه والموجب مبشر، لأنه نحن نشهد عهد جديد ويبشر أنه الناس أيضا كلها بدأت تناقش في القضايا معا. لكن وهو أيضا سيقودنا لقدام، نحن دائما بننتظر النتيجة من اليوم الأول في بداية العمل، بننتظر النتيجة طوال تعلن لنا النتيجة. لكن بتقدم الحكومة وإعلان الموازنة الجديدة وبداية العام الجديد وبداية الخطة الجديدة والانتقال من المرحلة إيه للمرحلة بي مرحلة تحقيق السلام وكذا وكذا، أنا بفتكر أنه في كثير جدا من فئات الشعب السوداني حتستوعب في البرنامج الجاي، وتبطل الكلام هنا يعني. نعم.